شاركت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في جلسة نقاشية عقدت في العاصمة الألمانية برلين بعنوان المائدة المستديرة للوزراء. وأشارت الوزيرة إلى أن المشاركة البحرينية في معرض برلين السياحي الدولي تأتي في إطار حرص الوزراء على استثمار الفعاليات السياحية الدولية الكبرى في الترويج للقطاع السياحي في مملكة البحرين وجذب المزيد من السياح والزوار للمملكة ومواصلة تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية السياحة 2022-2026. وأكدت وزيرة السياحة أهمية المشاركة البحرينية في هذا المعرض من أجل التعرف على أحدث الاتجاهات والمفاهيم العالمية في مجال صناعة السياحة والسفر، إضافة إلى التعريف بالخبرات والتجارب البحرينية في هذا المجال وما يحققه القطاع السياحي البحريني من أداء نوعي.